نوح عليه الصلاة والسلام، فكذا في قومه فقط، هذا مدة مكثه داعيا قومه 1050 عاما، زمن طويل. ومع ذلك قال عز وجل له: إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، في آية أخرى: وما آمن معه إلا قليل. مع أنه اتخذ جميع الوسائل، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم ماذا؟ ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فجميع وسائل الدعوة إلى الله عز وجل قام بها، ومع ذلك ما آمن إلا القلة. وهو من؟ أول الرسل عليه الصلاة والسلام.